بعد سنين وسنين في السوشيال ميديا وفي سناب شات اكتشفت ان انا ولا مره عملت معاكم كبسه لحم. تخيلوا، عملت كبسه فراخ كذا مره لكن ولا مره كبسه لحم، تخيلوا. فالنهارده قررت اعمل كبسه، بس كبسه موزات. فاول حاجه احطها انا هضيف سمنه مسخنين الحله مع شويه زيت كده، وهضيف على طول البصل المفروم هضيف عليها دلوقتي عشان يعطيني نكهه، فلفل حار والبهارات الصحيحه بتاعتي، حبهان وورق غار وليمون اسود وواحده ياسمين نجمه. قلت لها والله ما ترجعي ابدا، فيتحمسوا كده هما كمان ويعطونا طعم رهيب. وضيف سن الثوم خلي البصل شوية ياخد لون عشان يعطيني طعم حلو. لون حلو كده للبصل، هضيف عليه دلوقتي الموزات بتاعتي واقلبها هي كمان تاخد صدمة. هضيف عليها دلوقتي البهارات، هضيف فلفل اسود وهضيف بهارات كبسه وكزبره ناشفه كمان، الملح اللي هضيفه طبعا غير لما تستوي اللحمه. فكده حلو قوي. وهضيف دلوقتي الطماطم، طماطم بس البهارات كده تطلع ريحتها، وهي كمان الطماطم مفرومة، وهضيف كمان معجون طماطم وهغطي عليهم 5 دقايق. دلوقتي المية المغلية وهغطي عليهم لحد ما الموزات تستوي. اللحمة استوت، هضيف لها دلوقتي الملح خليها بس 5 دقايق كده تتشرب الملح، بعدين اطلعها ونكمل. بعد ما استوت هطلعها قبل ما اضيف الرز هاخد بس شويه كده احط عليهم معلقه من العسل عشان ادهن بيهم الموزات عشان يعطيها لون كده حلو ومقلي. بعدين دلوقتي هنا هضيف الرز خليه مكشوف لحد ما يغلي ويبدا يتشرب المرق ده كله، وبعدين نهدي على النار. الرز جاهز
اوريكم اللي حبيت يا جماعه، عاوز يتمسك بالايد. شوفوا ده جبدوبان رهيب، شوفوا.